أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن AEW Dynamite، كان الفول أوت لريفولوشن. شفنا بداية عداوات جديدة، أو نقدر نقول تكملة عداوات بعد العرض الشهري. كم من برومو حلو وموضوع يعور الرأس. نبدأ العرض على طول بمباراة لقب أول أتلانتيك، أورنج كاسيدي مش ضد ريكي ستاركس، أكشن أندريدي أو واحد من اللوتشا بروز، لا جاي ليثل. بنمشي الموضوع لو قدموا مستوى جميل، وطبعا تواجد 7¾ قدم انش عملاق هندي ستنام. طلعوا الحكام من البداية قالوا للفريق ممنوع يتواجدون حوالين الحلبة، وجاي ليثل لازم يقدم المباراة روحه. للحظة المعلقين تسمعهم في الاستاد. يما أقول توني خان يحتاج مهندس صوت، أنتوا ما تسمعون كلامي. وعكس التوقعات قدموا مباراة جميلة عن يومهم بدوها بتشين راسلينج. وأورنج مثل ما كان جدي نفس ما أقول دائما وأبدا بنكون وسويت، لا يقدم مستوى جميل. وجاي نفس الشيء أشوفه ناجح كفردي، بس فريقة حلو في العداوات والمفروض ما يلعبون على القاب. ونحن فاهمين الفترة القادمة FTR بيبدون شغل مع عيال جن، وعندي رأي على الموضوع. الكليمت الحبايب شكله زعلوا حد ورا الكواليس، ولا مستحيل يخسرونهم بالطريقة هذه، وتغيير الألقاب كانت مفاجئة. هذا رأيي الشخصي، أتمنى ما عملوا مشكلة أو مصيبة في الحياة الواقعية أو ورا الكواليس اللي يمكن نوعا ما خربت مستقبلهم. لازم نشوف الأخبار في الأيام الجاية. كاسيدي فاز بأورنج بونش واحتفظ باللقب. ليثل عصب يبغى يهاجمه بالجولدن جلوب، بس الحكم وقفه. ومرة واحدة تشوف جيف جارد في الحلبة يعمل حركة ستروك، وضربة ثانية بالجيتار على ركبه، يعني العداوة مستمرة. تدرون شو يعني؟ جيف جارد راح ينافس على اللقب قريبا. يا صبرك بس الشايب هذا، أنا بفهم شيء، يا ماسك شيء على توني خان، ولا الحبيب من أول ما انضم للاتحاد موجود في العداوات ونشوفه على التلفزيون أكثر من نجوم الصغار. ما أدري شو سالفته. أشوف فيديو لووردلو كسروا سيارته، ما أدري إذا شفتوه في السوشيال ميديا. الحبيب سرقوا أغراضه وحتى اللقب. ويلي هابز يقول صراحة أشفق عليك، خذوا كل شيء منك، بس الموضوع هذا مستحيل يصير معاي. باقي شيء واحد، الكل يسميك بطل، واليوم بيتغير الموضوع. بشكل عام نقدر نقول ووردلو ما عنده جير ولا لقب TNT. كيف بيكون شكله هني؟ هل بيصارع ببنطلون ولا شورت؟ نحن ننتظر المباراة. ريكي ستاركس مع مايك، يعني بنشوف شيء أسطوري وجميل منه. يقول بعد 10 أيام في كاليفورنيا وفوزي على جيريكو، أسبوعي كان سعيد. تدرون في كل عرض ورا الثاني أدمر فرد من فريقه، وهو كذاب أكون صريح معكم يعني. وشعارنا في تردكة مصارعة وتردكة برو يبقى لا تشذب، لأنه كان ينجلد أسبوع ورا الثاني يضربون الضرب، تلاقيه نايم على الحلبة. واليوم الكل يسألني عن خطوتي القادمة، والجواب أني أنا مش متأكد. مرة واحدة تشوف علامة بولت كلب وقلبي وقف، وقلت لا شكله جاي وايت موجود، بس طلع من جوس روبنسون يهاجمه من وراء. شوفوا أنا معجب فيه من زمان، بس تخلص من جيريكو وتنتقل لجوس كيف؟ أدري بيقدمون مباراة حلوة، بس أتمنى يكون درب عبور لريكي عشان يوصل للقب TNT. خلنا نقول بيملي الفراغ لين ما هوبز ووردلو يخلصون مباراتهم. وقصوا علي بعلامة بوليت كلاب، بكون صريح معاكم. يا وقت ووردلو لابس تيشيرت FTR يقول هوبز كنت بعلمك درس في الاحترام، والآن بدمرك بعد اللي قلته في اللقاء، شو رأيك نعملها فولس كاونت انيوير؟ وتذكر يمكن اللقب مش معاي، بس بعدي بطل وما في حد يقدر ياخذ مني. صراحة اللوك لا بأس به، أحسن من البدلة بمراحل. يعني عندك عضلات وانت ليش تغطيهم؟ ما أدري. نوصل للقاء روبي سوهو. انت ليش انضميتي مع توني ستورم سيرية؟ بسبب الجمهور. بذكركم فيها أول مباراة في جراند سلام لعبت مع بريت بيكر، يوم فازت علي انتو فرحتوا لها في نصف نهائي بطولة أوين هارت ضد كريس ستاتلاندر، فزت عليها والكل عطاني بوز. وريفولوشن ضد جيمي هيتر يوم فازت الكل شجعها وما حد وقف معاي، انتو أبدا ما تقدروني. نفس الشيء مع توني ستورم، فازت باللقب وسميتوها بطلة مؤقتة. سرية ترجع من الإصابة وتصارع بعد سنين والكل يكرهها، كنا غريبين في الاتحاد وما تقدر تبني القسم في بيت مكسور.
خصوصا مع الناس وراء الكواليس، وتوني خان يعطي فرص لغيرنا. حتى سكاي بلو اللي بتلعب ضدي اليوم وتبدأ المباراة، حاب أقول شيء، البرومو كان جميل. ليش؟ لأنها شرحت الأسباب وتكلمت عن الماضي، وأذكر مباراتها مع كريس تاتلاندر اللي كنت ضد النتيجة فيها، وبغيت كريس تفوز في البطولة، وفعلا الجمهور جلب على روبي. يوم تستغل الواقع في القصص ترفع الشخصية والعداوات، وأشوفها لمسة جميلة منهم. وانسوا يوم كانت مع إيدي كينغستون وأورتيز، يوم الكل كان يحبها ضد تاي ميلو وسامي جوفارا، بس خلنا صريحين، أي شخص يلعب ضدهم أكيد بيشجعونه. قدموا مباراة لا بأس، وروبي تفوز بديستنيشن أنون. كل شيء حلو لين النهاية مع البخاخ، طلعت ويلو نايتنجيل عاد حاسبي تعطيش باور بوم نفس أنا جاي وتعدم مسيرتك. هم عرفوا هالشي وربيعاتها هاجموها، حتى روبي تنزف من إذنها. في تحسن طفيف في القسم هذا. نعم، هانجمان بيج يقول جسديا أنا متعور، بس عاطفيا ومخيا عادي ما فيني شيء. لو أي شخص يبغى ينافسني يعرف أني أقدر أقطعك وأجرحك، فوق هذا أخذك للجحيم معاي. حاب أعتذر لك أنت ريني على بعض الأمور اللي قلتها لك. وبالنسبة لموكس بعد التكساس ديث ماتش أنا انتهيت منه. مسكين بيج عيونه متورمة وبالزور يوقف، عارفين الوجهة القادمة هو لقب العالمي، بس من يقدر يوقف MJF بعد مباراة المجنونة ضد براين دانيلسون؟ صعبة جدا، كانت من أجمل مباريات السنة. على طاري البطل، MJF يقول راح يحتفل داما سينجل الآن وعند أكبر جائزة في المجال اللقب العالمي. تستاهل حبيبنا، روح استانس وارجع بعدين لأن وراك كاوبوي. لقاء توني شوفاني مع FTR يقولوا مشتاقين للجمهور. سنة 2022 كانت من أفضل سنوات مسيرتهم، والسنة هذه سيئة جدا لأن خسروا ضد الأكليمد وجميع الألقاب في شهر واحد، حتى خسروا صديق عزيز اسمه جاي بريسكو، والآن ما يقدرون يقعدون في البيت ويشوفون عيال جان يقولوا هم أفضل فريق في العالم. انتوا حصلتوا على كل شيء بسبب ابوكم والجمهور ما تخلوا عنه، وبعد ما هاجمتونا في نهايه سلسله البريسكوز ما نسينا الغدر وراح ننتقم بالفوز بالقاب التاك تيمز في AEW. صراحه المفتاح بيتكم، مع اني تمنيت الكليمد ياخذون القاب التاك تيمز مره ثانيه، بس هم الافتيار لو خذوا الالقاب بيكون شيء جميل. غير هذا التفاعل الجماهيري يا شباب، يعني عطني فريق او فرد الجمهور يحبه بالطريقه هذه. يمكن قسم البيبي فيس الضعيف في AEW، بس ما حد ينكر شهره FTR اللي قدموا لك مباريات جميله، وغير هذا كبروموهات شغلهم حلو. متحمس لقسم التاك تيمز والعداوه القادمه، خصوصا بعد ما يفوز بالالقاب. رني تسأل جيد تقول لها فزتي 53 مباراة ورا بعض، الستريك مستمر، ما تحسين بتحدي قادم؟ أي تحدي؟ ما بقى حد ما دمرته. رايحين كندا الأسبوع القادم، وأنا أقول ليش ما تجيبون حد تنافسني الأسبوع القادم، أو تقدر تجاريني في الحلبة. صراحة عيب ما لعبت في ريفولوشن، وما في اسم في بالي من كندا. ترش مشغولة مع ليتا وبيلي، وما في حد في بالي. البعض يقول تايا فالكري زوجة جون موريسون أو جوني موندو، جوني نايترو، جوني إمباكت، حتى جوني إليت. فريق جيريكو اللي هو كريس، سامي جوفارا وداني غارسيا ضد توب فلايت مع AR فوكس. شباب أنا خايف من شيء واحد، فريق جيريكو ينافس على ألقاب الثلاثي، والعداوة هذه تمتد لستة أشهر. جيريكو يغازل جوليا هارت، وملكاي بلاك يلعب ضد جيك هيجر، يرحم والدك ما نبغي تشوفها. سوري. والفريق كامل ياخذ صورة تذكارية في نص المباراة. ايه صح، في فريق ثاني اتمنى يلعبون على القاب الثلاثي وهم البي سي سي، كلاوديو، ويلر يوتا وبوبر هوم. بتكون حلوة، بتلاحظون داريوس مارتن حبيبنا ماخذ راحته، ومتنان نعم كثر مندي وهريس في الفترة هذه، وانا متأكد لهذا السبب جيك هيجر عصب وهاجمه بعصا البيسبول ورا الحكمة، وجودس افكت للفوز. نعم، كول هاند انج يقول هذا اكبر فوز ثلاثي في الاتحاد. اللي كان في بالي وخايف منه شكله بيصير. واليوم ذكرى تأسيس فريق جاز، وداني غارسيا قالها نبغي ننافس على القاب الثلاثي بيت الاسود، تعالوا الان. تنصك الليتات، الكهربشي التعبان حتى الان شغال عندهم. وفي ستارز بلاي راحوا اعلان، اعتقد اللي يشتغل عندهم كان عباله اعلان يوم صكوا الليتات، وانا ما الومه اكيد بيلخبط.
المهم نرجع واشوف الإليت واقفين على الستيج كريوميجا واليونج بوكس ما يبون يتدخلون في امورهم بس دون كالس قال الفريق هذا اللي قدامكم رفع القسم بشكل عنيف وهم المصنفين الاول على الالقاب وجيريكو انت ترى عارفك من زمان من افضل المصارعين في العالم بس تعتبر ثاني افضل مصارع بعد كيني اوميجا خصوصا من مدينه وينيبيغ وانا لو تدربت اكثر كان صرت الثالث تنصك الليتات تشوف فيديو من البيت الاسود يقولون الفريقين يستحقون المنافسه في مدينتهم صكوا الليتات ظهروا على الستيج صكوها بعد مره واختفوا حبايبي يا بعد شبتي يا روحي انت سالفه الظلام جو الشعوذه هذا مفروض تسويه مرة في الشهر بس مرة في الشهر لو بنشوفه في كل عرض ترى بيروح الميزة وبيتحول لشيء كريه لعوستونا فيه ترى خلاص البيت الأسود ما كان لداعي يظهر على الستيج تشوف على الشاشة يقولون أوكي أنتوا الاثنين بتنافسون ضدنا وبس لين متى الحين قلنا نشوف الـ WWE مع براي وايت بعد خلاص قبل السالفة هذه كانت تحمس الجمهور ونستانس معاها أو مفاجأة كبيرة الحين على أي شيء تافه وسخيف تسوونه بس عاد وبالنسبة للفريقين أنا ما عندي مانع دامهم بيلعبون مرة واحدة وبعد المباراة هذه ينتقلون لمنافسين جدد إيه والعرض في كندا يعني مو بلازم أي كندي عندك في الروستر يكون له مباراة يا توني بس متأكد المباراة بتكون حلوة ومتحمس لها نفس ما قلت مرة واحدة ما عندي مانع توني خان يعلن أن أورنج كاسيدي طلب مباراة ضد جيف جارت وتعاونوا مع وارنر برادرز بيسمون اللقب من الآن انترناشنال تشامبيونشيب وعملوا دعاية لفيلم شازام يعني سبونسر للسيجمنت وأنا ما أدري إذا بيكون لعرض واحد تغيير الاسم بس أشوف مسمى جديد أحلى لأن أول أتلانتيك يعتبر محيط الأطلسي وانترناشنال يغطي الكل فأتمنى التغيير يكون شامل يعني خلاص من اليوم الرايح نسميه انترناشنال تشامبيونشيب وناس ما توقعنا جيف جارت بيلعب على اللقب مع الأسف مش أقول وين شباب الصغار لسامي لازم تستغلهم في العروض ذي وين راحوا I don't know فيديو من براين دانيلسون يقول أنا عملت كل هذا عشان عيالي بس ماكس كان كلامه صح أنا قاتل وما استسلم عشان عائلتي بس بالأخير استسلمت لأني ما قمت أحس بريلي وإيدي يوم عطاني السبمشن وكل اللي في مخي أني أبغي ألعب مع عيالي مرة ثانية كنت في موقف حرج واخترت الأهل ونخيب ظنهم جاء الوقت اني ارجع البيت لمو وقته ابو برهوم عن يوم لعف مشاعري انا اقول روح ريح وارجع لنا يا اسطورة مرة ثانية اتكلم عن واقع وشرح ليش استسلم تدرون ما اقدر اتخيل اي اي دبليو من دونه صراحة الفترة الاخيرة وعداوته مع ام جي اف رفع مستوى اللقب غير هذا المباراة نفسها اعتبرها اسطورية من اجمل مباريات السنة يمكن من اجمل مباريات اتحاد اي اي دبليو شغل في الحلبة قصة وكل شيء عملوها بيرفكت نروح لربعة جون موكسلي وكلاوديو ضد جون سيلفر وأليكس رينولدز موكس قبل كم يوم شوي يموت والآن في الحلبة يصارع عطني واحد يحب المجال مثله يوم أقول موظف المثالي ما تسمعون كلامي البلاكبول كومبات كلوب اشتغلوا كهيلز وموكس كان عنيف معاهم أكيد معصب من خسارته ضد بيج والدارك أوردر خلاص انتهوا يتغيرونهم أو تودونهم رينج أوف أونر على الأقل يأخذون راحتهم ويقدمون يعني كذا مباراة تستاهل يمكن الوحيد اللي يطلع منه شيء هو جون سيلفر لو قدم شخصية هم حبوها الجمهور يمكن ينجح كميد كاردر أما الباقي صعبة موكس يفوز المباراة بالفرونت فيس لوك بعد المباراة كمل الإخضاع وكلاوديو فار سيلفر كان كرسي وصل إيفل أونو طبعا انضرب وفي بالي واحد عبالي بيظهر معاهم ما أدري إذا معروف في كندا أو لا اسمه كولت كابانا الرجل الرئيسي للكل الضارب عشانه بين سيم بانك والإليت طبعا الحبيب ما ظهر شفنا من هانجمان بيج حاول ينقذ بس هاجموه عاد هانجمان يعني بتدري شعارنا لا تشذب وانت قلت انتهيت من موكس ما اشوفك انتهيت معاه رجعت له مره ثانيه شو السالفه يا شباب ايش فيكم ما في عداوات جديده ما في شيء ولا لازم تكملون على نفس الموضوع حبايبي شفنا تكساس ديث ماتش المباراه الجايه شو مباراه قنابل
خلاص. لا لا مو الموضوع ريماتش، انت عندك اسامي وفاهم باجي لك ما ادري 9 اسابيع او 10 اسابيع للبيبر فيو القادم، بس افتح صفحه جديده خلينا نشوف الصفحه. هو اسمها هانجمان بيج الصفحه، نبغى شيء جديد. بس في نقطه، في شيء عجبني شويه يعني، ان الحبايب هذول ربع هانجمان يعتبرون اربعه، جون سيلفر، اليكس رينولدز، ايفل اونو، وهانجمان بيج، هذيل اربعه صح. صوب الثاني كلاوديو، موكس، وويلر يوتا. هل معناته ان براين دانيلسون بيرجع بيلعبون مباراه يعني رباعيه، هاي تاك تيمز رباعيه ولا كيف؟ اذا براين بيرجع بنمشيها اسبوع، ما عندي مشكله لما تلاقي عداوه جديده مع ناس ثانيين. ما ادري اذا في مشكله في المطار، في نجوم ما وصلوا العرض، ما ادري. بس اللي صاير هني شيء غريب يا شباب. كاسيدي مكمل مع جماعه جاي ليثل، الحين هانجمان بيج بيكمل مع موكس، في شيء غلط. الكليم دي يقولوا ما نجحنا في مباراة ألقاب التاك تيمز، بس بنبدأ اليوم. ووصلوا كول هاند انش ودادي ماجيك. يقول الكل يحب الكليم، وانت تدرون بينكم سبورتس انترتينرز، ليش ما تنضمون معانا؟ طبعا الكليم رفضوا. يا عمي شكل كل الكنديين بيلعبوا مباراة يا في داينامايت الأسبوع القادم أو رامبيج. صدقوني المين ايفنت مباراة لقب تي ان تي ووردلو وباور هاوس هوبس، اشتغلوا من ورا الكواليس على طول لان فورس كاونت اني وير، وهوبس دخله في باب السيارة وكسروا كل شيء حتى سوبلكس من فوق، نفس اللي صار له في الواقع. هو صعب تخمن من يفوز هني، وباور هاوس هوبس مظلوم، يعتبر من عيال الاتحاد ودوره كان حلو في فريق تاس، بس بعدها نسوا. وصلوا الحلبة وشغلوا الماكينة، شفنا الطاولة وضربه بالماي، بعدين راح فوق وعطاه سوان تان بوم على الأرض، حتى باور بومب جري بالدخلة، وراحوا صوب طاط المعلقين، ومرة واحدة تشوف واحد يهاجمه بالكرسي. طلع من كيوتي مارشال، تكلم معاه سابقا وكان في شيء بينهم نفس الشراكة، أنقذ حياة باور هاوس هوبس. الحبيب نفسه عطى باور بومب هم جري بالستيج، والحكم يعد لين 10، وهوبس يفوز بلقب تي ان تي. الله شقول. ايه صح، في شيء ثاني، كيوتي ضربه بالكرسي على راس ووردلو، حركه خطره هذه يعني المفروض ما يسوونها. المهم هوبس فاز. ما عجبني الفينش ابدا، يعني ليش تدخل كيوتي؟ ما عندك اسامي ثانيه تستاهل يكون معاه؟ انا فاهم بتحمي ووردلو، بس ليش فوزته باللقب ويخسر على طول؟ شو السالفه يا عمي؟ في مؤتمر الصحفي بعد ما خلصوا ريفولوشن، ووردلو تكلم عن الاوبن تشالنج، قال حاب ارجعها والعب ضد منافسين ثانيين، حتى انا اتحمس، قلت بالطريقه هذه بنشوف مفاجات واسامي تستاهل يلعب ضده عشان تبني من جديد. واللي شفته هني حلو، بالعكس باور هاوس هوبز يستاهل ولازم يكون في الواجهه دام ولد الاتحاد، بس ليش ما فوزته على سمو وجوه على طول بدال ما وورد ياخذ اللقب؟ ليش طولت الموضوع؟ بالعكس لو فاز على جو بتكون بدايه قويه، لو ما تبغى تسويها 1 اون 1 كان خليتها ثلاثيه بينهم. فقعدت تفكر، قلت اكيد في سبب، وما يبالي غير شيء واحد، ان وورد لو بينافس ام جي اف قريبا على لقب العالمي. ما ننسى ان دمر ام جي اف بشكل قوي وقاطع يوم يابوا الدكاتره وحطوا عليه الماسك، كل هالامور، وتبعد هانجمان بيج الفتره هذه عشان يرجع له بعدين. يمكن الخطة هذه بالعكس اوكي حلوة، ناس ما قلنا باجي 9 او 10 اسابيع لي دبل اور ناثينج. فخلنا نقول هذا من مخي طبعا، وما اعرف شو في مخ توني خان، ان هانجمان بيج بيكمل لكمل مباراة مع موكس، ووردو بيكون مشغول مع ام جي اف الفترة هذه، وبعدين تبني هانجمان بيج وام جي اف على لقب العالمي. هذا السبب الوحيد اللي في بالي، وما ادري اذا في شيء ورا الكواليس ورد سوا او قال كلمه مثلا في مؤتمر الصحفي ما عيبه توني خان. لو تشيل موضوع ريكي ستاركس بعد لازم تعاقبه لانه قال جمله كودي رودز، صح ولا لا؟ بس اشوف عداوته مع جوس روبنسون بتكون حلوه، بالذات البروموهات هالاثنين. عطني اسبوعين بروموهات وبستانس، بس سالفة جيف جارت ما لها داعي. قسم السيدات بالعكس، برومو روبي سوهو عجبتني واشوف فيه تطور شوي معاهم، وإذا كانت تايا فالكري ضد جيد كارجيل الأسبوع القادم أتمنى يقدموا المستوى حلو، جيد كارجيل ساحبين عليها المسكينة، فمن بتنافسها بعدين ومن بتاخذ منها اللقب؟ إذا فعلا بيكون كريس تاتلاندر، بالعكس شيء جميل، أنا عجبتني كريس بعد عودتها من الإصابة قبل ما تنصاب مرة ثانية المسكينة، شغلها جميل. فرامبيج بنشوف أكشن أندريدي ضد سامي جوفارا، كونوسكي تاكيشتا ضد بريستن فونس، ونايلا روز ضد ريهو. الأسبوع القادم في داينامايت بنشوف احتفالية ام جي اف بالعرض، ومباراة القاب الثلاثي الاليت ضد بيت الأسود وفريق جيريكو. شكرا لكم على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما وأبدا بينكم 1
شو